مرحبا، بداية أسبوع جديد بنتمناها حلوة ونشيطة لكل الناس. اليوم الاثنين 5 أيار وحلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم بحلقتنا مشكلة الكهرباء بلبنان، مشكلة ما لها بداية ولا نهاية. حدث بيئة ثقافي جمع عدد كبير من الإعلاميين تحت شعار ننشر الخبر ونزرع شجرة، وأيضا فقرة ثقافية مع إصدار فكر جديد للكاتب ميلان كونديرا، بالإضافة إلى تقرير عن الجائزة الوطنية للمطالعة لنستضيف من بعده دكتور إدغار ترابلسي ونحكي أكثر عن هالجائزة. أنا من البداية ومثل العادة مع أحوال الطقس، ومعنا من مصلحة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد كنج على الخط. صباح الخير. ألو. ألو. بونجور أستاذ محمد. إيه بونجورك. كيفك؟ ماشي الحال. بخصوص هالطقس كثير غريب، هواء كثير سخن. صحيح. الحرارات كثير مرتفعه. تفضل. لأي متى مكفى؟ بالنسبه للكتل الهوائيه الحاره اللي بتسيطر على الحوض الشرقي المتوسط حتبلش تنحسر ابتداء من ظهر اليوم. اليوم الطقس حيكون غائم جزئيا لغائم احيانا بسحب متوسطه ومرتفعه مع رياح ناشطه ومغبره. درجات الحراره حتضلها مرتفعه بفتره قبل الظهر، بلش بالانخفاض التدريجي بعد الظهر، بيتحول الطقس لغائم. عندنا احتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة ليلا وتكون ضباب على المرتفعات. الثلاثة حيكون الطقس بكفي غائم جزئيا لغائم أحيانا، عندنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة وموحلة، والأربعة غائم إجمالا مع استقرار درجات الحرارة، تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة. يعني تقريبا ابتداء من ظهر اليوم بتابع نفس الشيء الطقس لنهار الأربعة مع استقرار بالحرارة. صحيح. قديش رح تنخفض بين اليوم؟ وخلينا نعرف اليوم قديش الحرارة. اليوم الحرارات عم بتكون على الساحل بين 18 و37 درجة على الساحل. لغاية الظهر. صحيح. بعدين بتبلش تنخفض من الظهريات وطلوع بتبلش تنزل درجات الحراره، يعني بكره حتكون بين 17 و27 تقريبا، يعني 10 درجات. نعم صحيح. والاربعه بكفي نفس الشيء، وبكفي بكفي نهار الاربعه نفس الشيء الطقس. وهول يعني الامطار يلي رح يتساقطوا باي مناطق؟ في مناطق معينه اجمالا على المرتفعات، امطار كثير خفيفه على المناطق الساحليه، يعني اجمالا هذا الاسبوع الطقس حيكون متقلب بين امطار وصحو. نعم، شكرا لك استاذ محمد. اكيد باتصالاتنا اليوميه معكم نقدر نعرف اكثر عن تفاصيل الطقس من هلا لاخر الاسبوع. شكرا لك ويعطيك العافيه. مرحبا بيارات. مرحبا جوال، لك ولكل المشاهدين يلي عم يتابعونا بحلقة اليوم. جولة على عناوين الصحف من بلشة. مع بداية الأسبوع عناوين الصحف دسمة لليوم، والبداية مع صحيفة النهار. سليمان يرفض مؤتمرا تأسيسيا يلغي المناصفة، الراعي للنهار انتقاد الزيارة مخزن ومعيب. إسرائيل أبلغت الفاتيكان أنها تضع شروطا لزيارة البطريرك الماروني للقدس. مجلس النواب قد ينعقد الخميس أو الجمعة لإقرار الصيغة النهائية لسلسلة الرواتب. النهار تنشر رسالة المالكي إلى باسيل، تظهير صورة جديدة لكلية علوم اللبنانية. ضمن المدنيات غسان أبو علفة في دبلوماسية الرعاية الصحية، وبأخبار الاقتصاد هوليداي إن سيطرح في مزاد علني. اتساع دائرة الاضطرابات في أوكرانيا، انفصاليون اقتحموا مركزا للشرطة في أوديسا. إنجاز اتفاق حمص القديمة في حضور إيراني، تقدم في المليحة والنصرة تهادن داعش. وختاما افتتاحية النهار لليوم بألم نيلة وين حملة عنوان الصحافة اللبنانية في أزمة. إلى صحيفة السفير، محاولة مسيحية لثني الراعي عن زيارة الأراضي المحتلة، سلة تسوية شاملة بعد 25 أيار. انقلاب لجبهة النصرة في درعا، توغل للجيش في المليحة ونحو سجن حلب. المواجهات تحصد 80 قتيلا في أوكرانيا، حكومة كييف تحذر من خطة تدمير روسية. الشارقة، مؤتمر الخليج يؤبن عبد الله عمران. وبصدر اليوم مع صحيفة السفير ملحق السفير الفرانكوفوني أو السفير فرانكوفون، وهو رح يصير يصدر كل أول تنين من كل شهر. جولتنا مكفية مع صحيفة الحياة، الجربة يبحث في واشنطن مكافحة المتطرفين، والنصرة توقف قتال داعش وتعتقل قادة في الحر، توقيع اتفاق إجلاء المعارضة من حمص، ومعارك في حلب وتقدم للنظام في المليحة.
سليمان، الفراغ الرئاسي ينذر بأوخم العواقب، والمؤتمر التأسيسي يخل بالميثاقية والمناصفة. هيل التقى الحريري في الرياض، وقلق دولي من تداعيات تعذر انتخاب رئيس للبنان. ليبيا، أحمد معيطق رئيسا للحكومة، رجل أعمال من مصراتة تلقى تعليمه في بريطانيا ومنفتح على التيارات كافة. نفى زيارته لإيران لبحث الترتيبات المستقبلية. المالكي يطرح للمرة الأولى خيار حكومة الشراكة بدل الغالبية. معلومات عن تحليق طائرات روسية فوق القرم ومساعدات الاستخبارات الأمريكية سلطات كييف. ياتسينيوك يعتبر مجزرة أوديسا مأساة ويتهم موسكو بمحاولة تدمير أوكرانيا. تسلمها وزير الحرس الوطني السعودي نيابة عن الملك عبد الله. أبو ظبي تحتفل بتسليم خادم الحرمين جائزة الشيخ زايد للكتاب. وختاما بصحيفة الحياة، أنصار بيت المقدس تتوعد بهجمات جديدة في مصر. إلى صحيفة المستقبل، وبعناوين يوم الاثنين، سليمان حذار الفراغ والمؤتمر التأسيسي، حزب الله خارج حدود الحوار الوطني. كيمون، الأسد يمنع وصول المساعدات، المحكمة الدستورية تقصي 21 مرشحا للرئاسة وتقبل 3 بينهم بشار. استطلاع ثاني للرأي يؤكد تفوق السيسي. العراق، الفائزون يسعون لخلط الأوراق. ودائما مع صحيفة المستقبل، لقاء في جامعة رفيق الحريري للشراكة مع التعليم الثانوي. وختاما، هل تكفي الأيام المتبقية من عمر حكومة سلام لإقرار الشراكة؟ إلى صحيفة الأنوار، وبعناوين اليوم، جلسة وداعية لهيئة الحوار، والسيمين يحذر من الإخلال بالميثاق والمناصفة. الراعي يرأس قداس الحج العالمي لفرسان مالطا في لورد. لبنان والدول المضيفة للنازحين السوريين تطالب الأمم المتحدة بالمشاركة في الأعباء. ودائما مع صحيفة الأنوار، المعارضة تعلن عن اتفاق لانسحاب مقاتليها من حمص. خلاف في ليبيا حول انتخاب رئيس للحكومة. السيسي في انطلاق حملته الانتخابية، الأمن أولوية ولا مصالحة مع الإرهاب. وختاما بالأنوار، الجفاف يهدد محاصيل الذرة في الولايات المتحدة. من صحيفة الأنوار جولتنا مكفاية، وبأبرز ما عنونته صحيفة اللواء لليوم، سليمان يشكك بقدرة الحكومة على ملء الفراغ، والجميل يترشح اليوم. عون ينتظر هيل، والتنسيق تستعد للشارع قبل جلسة السلسلة. صفقة حمص، خروج 2250 محاصرا مقابل الإفراج عن 70 أسيرا لدى المعارضة. الأسد يواجه مرشحين فقط. النصرة تعتقل قائد جبهة درعا بالحر. بيت المقدس تتوعد بتصعيد هجماتها. اتهامات متبادلة بين حملتي السيسي وصباحي. أوديسا جبهة استنزاف جديدة لأوكرانيا. كييف تتهم موسكو بالسعي لتدميرها. وختاما باللواء، وبعيدا عن الأجواء السياسية، ماراثون المرأة لقدام. العنوان العريض لصحيفة البلد لليوم، سليمان محذرا من الفراغ يشرع لخيارات تخل بالميثاق. الراعي يترأس القداس العالمي في سيدة لورد. موسكو لمعاقبة سياسة كييف الإجرامية. ودائما مع صحيفة البلد، ملف عودة النازحين سياسي بامتياز. طرابلس من الفيسبوك إلى الواقع. هذه هي حال الطلاب اللبنانيين في الجامعات السورية. وختاما، هل تشق طريق الطفيل إلى لبنان؟ بترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار لليوم، وبأبرز عناوينها، النظام يسجل انتصارات مع انسحاب الثوار من حمص. سليمان سيترأس جلسة الحوار حول الدفاع. رجل أعمال مدعوم من الإسلاميين على رأس الحكومة الليبية. وختاما، شرطة أوديسا تطلق سراح 67 موقوفا بعد المواجهات الدامية. وبترجمة لعناوين صحيفة لوريون لجور ليوم، سليمان للنواب حذار الفراغ. آخر جلسة حوار اليوم. أوساط القوات اللبنانية تتحدث عن ما بعد ترشيح جعجع. روسيا تريد تدمير أوكرانيا. وختاما، 10,000 سيدة في ركض القدام. من صحيفة لوريون لجور جولتنا مكفية على صحف اليوم، وبعناوين صحيفة الشرق، سليمان، الحكومة لا تستطيع ملء الفراغ الرئاسي. حزب الله والقوات يتغيبان عن الحوار والسلسلة مخفضة. الجميل يعلن ترشحه وفاقيا وعرابه بري.
ريفي أحداث طرابلس انتهت نهائيا. مصر بيت المقدس تتبنى الهجمات وتتوعد. FBI المقاتلون الغربيون في سوريا خطر أمني. الأمم المتحدة لا حل إلا سياسي في سوريا. عرايمت المفتي قباني أضحى ورقة في المشروع الإيراني. وختاما أيتها اللبنانية انطلقي. والصورة اللي رح نشوفها هي للسيدة الأولى وفاء السيمين امبارح وهي عم تطلق إشارة بدء ماراثون السيدات يلي شهدته مدينة بيروت. يمكن الصورة ما رح نقدر نشوفها. رح هيدي هي في أذن صورة السيدة الأولى وفاء السيمين. بالعناوين بصحيفة الشرق الأوسط لليوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني رفض الاعتراف بفوزه وعده انقلابا. مع تقصادس رئيس الحكومة الليبية منذ سقوط القذافي. حرب على القاعدة في اليمن. انتقادات للمجتمع الدولي لتقاعسه عن دعم اللاجئين. صفقة حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيراني ولبناني. ابن كيران الثورة لا تصلح لنا ونريد الإصلاح مع الملك. وختاما أوباما والصحفيون بدلا من أسئلة وأجوبة نكات لاذعة. إلى صحيفة الأخبار وبأبرز عناوين اليوم، انتخابات العراق، المالك يقتحم معاقل الصدر والحكيم. وختاما الكرملين يعلن فقدانه السيطرة على انفصالي شرق أوكرانيا. وجولتنا على الصحف اليومية بنختمها مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي عنونت حوار بلا متحاورين وانتخاب بلا رئيس. تفاصيل صفقة حمص، شغور لأشهر وإلا. فرنجية مرشح رقم 2 في 8 أذار. أبعاد الزيارة العسكرية الأمريكية لمصر. وبأخبار الرياضة، تعثر الريال وأتلتيكو يحيي أمال برشلونة. وبيصير مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار تنين ملحق خاص بالسيارات. جولتنا على صحف اليوم بتكون وصلت على ختامها. رح نتوقف هلأ مع فاصل إعلاني ومن بعده طبعا أخبار الصباح بكفي لليوم. كونوا معنا.